بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سلسلة محاضرات قضايا معاصرة في التسويق نواصل هذه السلسلة، واليوم نبدأ في المحاضرة رقم 10. طبعا المحاضرة هاي راح نأخذ اللي هي أبعاد التسويق الإلكتروني. احنا المرة الماضية تحدثنا عن التسويق الإلكتروني، واليوم راح نكمل عن التسويق الإلكتروني. فتعتبر وظيفة التسويق من أهم وظائف المنظمة، وهي الوظيفة التي تسعى إلى تسهيل تبادل وانسياب المنتجات من المنتج إلى المستهلك من خلال استخدام أدوات وأساليب معينة، بحيث تحقق المنافع المطلوبة لأطراف العملية التسويقية، وتتم هذه العملية في ظل بيئة سريعة التغير. ومفهوم التسويق الإلكتروني لا يختلف عن المفاهيم الأخرى للتسويق إلا فيما يتعلق بوسيلة الاتصال بالعملاء، حيث يعتمد التسويق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في ممارسة كافة الأنشطة التي يقوم بها، ويعتمد بشكل أساسي على الإنترنت في ممارسة كافة الأنشطة التسويقية كالتخطيط والتسعير والترويج والتوزيع، بالإضافة إلى بحوث التسويق وغيرها من الأنشطة التسويقية. ويعتبر التسويق الإلكتروني اليوم نشاطاً مهماً للشركات وللمؤسسات التجارية، وأساساً لنجاح أي نشاط تجاري سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ففي فترة وجيزة تحولت التسويق من الشكل التقليدي إلى الشكل الإلكتروني، وقد ساهم التسويق الإلكتروني في توسيع الأسواق وزيادة الفرص أمام الشركات سواء في السوق المحلي أو العالمي. لذلك فإن هذا الفصل سوف يركز على أهمية التسويق الإلكتروني من خلال التعرف على مفاهيم التسويق الإلكتروني ونشأته وتطوره وأهميته والسمات الأساسية التي تميزه عن التسويق التقليدي وأنماط وأشكال وممارساته، بالإضافة إلى إيجابياته وسلبياته ومتطلبات نجاحه وتفعيله ومعوقاته أو التحديات الحديثة التي تواجه التسويق الإلكتروني. أهداف المحاضرة: التعرف على أهمية التسويق الإلكتروني في نجاح المنظمات المعاصرة وإشباع حاجات ورغبات العملاء. ثانياً، التعرف على إيجابيات وسلبيات التسويق الإلكتروني. ثالثاً، التعرف على الأسس العلمية والمبادئ التي يرتكز عليها نجاح التسويق الإلكتروني. رابعاً، التعرف على التحديات الحديثة التي تواجه التسويق الإلكتروني سواء داخل المنظمة أو خارج المنظمة. أهمية وفوائد التسويق الإلكتروني: يعتبر ظهور الإنترنت من أهم الثورات التكنولوجية الحديثة، فهي بطبيعتها ذات تكلفة منخفضة، وهذا ما يبحث عنه التسويق لتخفيض التكلفة. كما أنها تتيح لمستخدميها بصفة عامة والشركات بصفة خاصة من الوصول إلى العملاء بسهولة وبيسر وفي أي مكان، مما جعلها من الأساليب الفعالة للاتصال بين الشركات وعملائها سواء العملاء الداخليين أو العملاء الخارجيين، مما يساهم في نجاح الشركات في ظل المستجدات الحديثة في بيئة الأعمال. ويشهد الوقت الحالي توجه متزايد نحو التسويق الإلكتروني،
نتيجة لرغبة الشركات في الاتصال المباشر في العملاء والتفاعل معهم بشكل شخصي، وأن تصبح المنشأة والعميل وجها لوجه يتعاملان سويا من خلال تفاعل منظم عبر أدوات تفاعل حديثة تفوق بشكل كبير إمكانيات البيع الشخصي. لذلك تحركت معظم الشركات نحو التسويق الإلكتروني للاستفادة من إمكانياته ومن مزاياه التي يحققها سواء للشركة أو العملاء، خاصة وأن الشركات التي تبنت مدخل التسويق الإلكتروني قد استطاعت أن تحقق مزايا تنافسية مقارنة بالشركات التي لم تتبنى هذه المداخل الجديدة. وفي ضوء ما تقدم، يمكن القول أن التسويق الإلكتروني هام لكل من الشركات والعملاء أو الزبون في الوقت نفسه. وتتمثل أهمية التسويق الإلكتروني لكل من الشركات والعملاء فيما يلي: أولاً، تخفيض التكلفة. فالتسويق الإلكتروني يعتبر الأقل تكلفة مقارنة مع الأسواق مع التسويق التقليدي، لأنه يعمل بشكل مباشر ودون وسيط، ويؤدي إلى خفض تكلفة التوزيع والتكاليف الإدارية. ثانياً، تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية. فالتسويق الإلكتروني يسهل على الشركات الوصول إلى الأسواق الدولية، وذلك نظراً لعالمية التسويق الإلكتروني والتي يستمدها من الانتشار الواسع للإنترنت. ثالثاً، توسيع الأسواق وزيادة الحصة السوقية للشركات، بحيث يؤدي إلى التعامل مع عملاء جدد، وبالتالي زيادة الحصة السوقية للشركات، بالإضافة إلى انتشار الإنترنت حول العالم أدى إلى أنه يزيل الفواصل والحواجز الجغرافية ما بين الأسواق وبين الزبون أو العملاء. رابعاً، تلبية حاجات والرغبات المتنوعة للعملاء. ومن ثم فلا بد من معرفة حاجات ورغبات هؤلاء العملاء والعمل على إشباعها. خامساً، سرعة الاستجابة للتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية. فالتسويق الإلكتروني يسهل على الشركات جمع البيانات عن الأسواق المحلية والعالمية، مما يسهل على هذه الشركات معرفة التغيرات المتوقعة في هذه الأسواق، ثم الاستجابة والتأقلم والتكيف مع هذه التغييرات. سادسا، توفير قنوات توزيع أفضل وأقل تكلفة. فالتسويق الإلكتروني يساهم في توفير المنتجات في الوقت الملائم وفي المكان الذي يتواجد فيه العملاء وبأقل التكلفة. سابعاً، تفعيل دور قنوات التوزيع المباشر للمنتجات. فالتسويق الإلكتروني ساعد على تفعيل دور قنوات التوزيع المباشر للمنتجات من خلال التفاعل المباشر بين الشركات والعملاء. ثامناً، تسهيل الحصول على البيانات، حيث أن التسويق الإلكتروني يمكن الشركات من توفير البيانات عن الأسواق وعن مدى توفر المنتجات والتغيرات في أذواق العملاء أو الأسعار بدقة وفي أقل وقت ممكن. تاسعاً، تفعيل النشاط الترويجي. فيعتبر الترويج عبر الإنترنت من أكثر أساليب الترويج جاذبية وانتشاراً في ظل الاتجاه نحو التسويق الإلكتروني. فالتسويق الإلكتروني قدم مفهوماً جديداً للنشاط الترويجي، حيث تستطيع الشركات عرض رسائلها الترويجية
إلى العملاء المستهدفين من خلال مواقع إلكترونية. عاشرا، بناء علاقات جيدة مع العملاء، ويستند هذا إلى مفاهيم جديدة وقناعات ترقى إلى اعتبار العميل شريكا استراتيجيا في منشآت الأعمال، كما يساهم في بناء علاقات مباشرة ومستمرة مع العملاء، مما يزيد في الولاء. 11، تحقيق ميزة تنافسية للشركات في الأسواق، مما لا شك فيه أن التطورات الهائلة في تكنولوجيا الاتصالات وظهور التسويق الإلكتروني قد خلقت فرص غير مسبوقة أمام الشركات في تنمية القدرات التنافسية لها مقارنة بالشركات الأخرى المنافسة. 12، اختصار المسافة بين الشركات وعملائها، فالتسويق الإلكتروني يتيح للشركات التعامل المباشر بينها وبين العملاء. 13، سرعة الاستجابة لاحتياجات العميل من خلال التعرف على الحاجات والرغبات والتغيرات التي تحدث، مما يساعد على التكيف مع هذه الرغبات وتكييف المنتجات أيضا بناء على رغبات وحاجات العملاء والزبون. 14، إمكانية الحصول على تغذية مباشرة من العملاء، مما يساعد التسويق الإلكتروني على معرفة ردود أفعال العملاء عن منتجات الشركات، وذلك من خلال موقع الشركة، وهذا يساهم بدوره في إنتاج منتجات تتناسب مع الحاجات والرغبات للعملاء والوصول إلى أفكار جديدة. 15، التعرف على التوجهات المستقبلية للسوق، حيث يساعد التسويق الإلكتروني على جمع البيانات وبسرعة وتكلفة قليلة ومعرفة العملاء والمنافسين وفهم أفضل عن توجهات السوق في المستقبل. 16، فتح أسواق جديدة، يعطي التسويق الإلكتروني الفرصة لكل الشركات بصفة عامة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بصفة خاصة للدخول في أسواق جديدة لتصريف منتجاتها وكسر احتكار المنشآت الدولية الكبيرة لهذه الأسواق، حيث أن منظمة الأعمال مهما كان حجمها ونوع وطبيعة عملها تستطيع ممارسة التسويق الإلكتروني. إيجابيات وسلبيات التسويق الإلكتروني، في عندنا مجموعة إيجابيات، منها تسهيل الوصول للأسواق الدولية واغتنام الفرص التسويقية المتوفرة في هذه الأسواق والتي تختلف في طبيعتها عن الفرص التي توفرها الأسواق المحلية. ثانيا، مواكبة التطورات الحديثة في مجال الأعمال من خلال إنشاء مواقع إلكترونية للشركة عبر الإنترنت ليسر التعامل مع العملاء. ثالثا، سهولة الترويج المنتجات على نطاق واسع والوصول للعملاء الحاليين والمستهدفين في أسرع وقت ممكن. رابعا، التعرف على حاجات ورغبات العملاء والاستجابة المباشرة لهذه الرغبات والحاجات، مما يؤدي إلى المحافظة على هؤلاء العملاء بالإضافة إلى جذب عملاء جدد. خامسا، مشاركة العملاء في التعرف على مستوى الجودة والأنشطة التسويقية من خلال جمع البيانات والمعلومات عن هذه الأنشطة عن طريق المواقع الإلكترونية للشركة. سادسا، عرض المنتجات والخدمات للعملاء بأسعار أقل، وذلك نظرا لانخفاض التكلفة. سبعة، يوفر التسويق عبر الإنترنت للشركات فرصة أكبر في تسويق المنتجات وعقد الصفقات التجارية والاتصال بالعملاء. ثمانية،
يوفر للشركة رؤية واضحة وشاملة عن بيئة الأعمال المحيطة، مما ينعكس بشكل إيجابي أصبح من السهل الحصول على أي معلومات تتعلق بأي منتج أو خدمة أو أي شركة أخرى منافسة من خلال التصفح عبر شبكات الإنترنت. عاشرا، تسهيل عملية الترويج للمنتجات في السوق. 11، يساهم التسويق الإلكتروني في فتح المجال أمام الجميع للتسوق لسلعهم أو خبراتهم دون تمييز. 12، تمتاز آليات وطرق التسويق الإلكتروني بالتكلفة المنخفضة. 13، يمكن ببساطة توجيه الحملات الترويجية وتحديد الفئة المستهدفة وتقييم هذه الحملات والتعرف على نقاط القوة والضعف. أما السلبيات، ضرورة توفر موارد بشرية داخل المنظمة لديها الخبرة أو الدراية المسبقة والمهارة في استخدام النت. والنت أصبح الآن يعني بالإضافة إلى اللغات الأجنبية يعني ضرورة لا بد منها لأي إنسان راح يدخل في الأعمال الحرة أو الأعمال التجارية أو غير ذلك من هاي الأمور. وأصبحت تقاس أمية الشعوب والأمم بقضيتين أساسيات اللي هي اللغة بالإضافة إلى معرفة لغة الحاسوب أو سياقة الحاسوب أو استخدام الحاسوب. ثانيا، بطء شبكة الإنترنت في كثير من الأوقات، وهي القضية أصبحت الآن يعني قضية البطء ما أتصور الآن موجودة، لأنه في استخدام الأقمار الصناعية واستخدام آليات جديدة يساعد على التخلص من هذه المشكلة. انخفاض إقبال العملاء على التسويق الإلكتروني نتيجة حداثة هذا السوق، هاي القضية الآن يعني زي النار بالهشيم تتسارع بسرعة، لأنه أصبح في هناك ثقة، أصبح هناك في ثقة وفي رضا نتيجة الاستخدام. 4، التسويق عبر الإنترنت لا يصل للجميع، لذا لابد للمسوق. الآن أصبح العالم قليل صغير، يعني ما أتصور هاي الأمور كانت موجودة في بداية استخدام الشبكة العنكبوتية أو شبكة الإنترنت، فأصبحت قضية الوصول إلى كل زاوية في الكرة الأرضية يمكن أن يحصل. والآن يعني الشركات حريصة على توصيل خدمات الإنترنت إلى جميع أنحاء العالم. سهولة ارتكاب الأخطاء على الإنترنت من قبل المسوقين، وهذه الأخطاء قد تتسبب في فقد بعض العملاء. طبعا احنا نقول انه اللي بده يعمل في هذا المجال لابد يكون في عندنا موارد بشريه مدربه ومؤهله للقيام بهذه الاعمال. التسويق الالكتروني قد يتسبب في التخلي عن عدد من العماله الغير قادر على التعامل، اللي ينقص المهاره وعديمه الخبره في الانترنت. معوقات التسويق الالكتروني، في البداية واجهت الشركات عدم العوائق عند توجهها لتطبيق هذا المفهوم الجديد للتسويق، ومن هذه العوائق زيادة عدد فرص الاختيار أمام العملاء نتيجة المنافسة اللي موجودة في الأسواق. ثم يعني أصبحت كل شركة تعمل على العمل على توفر المزايا المتميزة في ما لديها من سلع أو خدمات، وهذا أدى إلى استجابات سريعة من قبل المستهلكين، بالإضافة إلى استجابة من قبل الشركات لاحتياجات ورغبات المستهلكين. بالإضافة خلينا نقول إنه أصبح الوصول إلى العملاء يعني عملية سهلة للحصول على المعلومات التي يمكن تطوير المنتج سواء كان سلعة أو خدمة. وتتفق الدول العربية مع دول العالم في العوائق التي تحد من نمو التجارة الإلكترونية، إلا أن هناك عدد من العوائق المرتبطة بالعالم العربي والتي تجاوزت الدول في العام السابق. وفي الدول العربية الآن يعني خاصة في دول الخليج العربي العملية سريعة جدا مع انتشار شبكات الحاسوب، يعني الحواجز بين الدول في هذا المجال أصبحت قليلة جدا، والدول العربية تسير بشكل سريع وخاصة دول الخليج العربي.
خلينا نقول في مثلا بقول لك ضعف البنيه التحتيه في الاسواق العربيه وخاصه في مجال الاتصالات. الان اصبحت القضيه هاي في طريقها الى الحل وبشكل سريع. قله الكوادر البشريه في العالم العربي الان في عندنا جامعات تنتشر وتعليم الكمبيوتر والنت والبرمجيات، واصبح الكمبيوتر والنت جزء من الحياه اليوميه. عدم وجود انظمه وقوانين وتشريعات الكافيه في السوق، طبعا هذا الامر اصبح يؤخذ في عين الاعتبار. تعارض بعض القواعد المنظمه للتجاره في الدول العربيه، تعارض بعض القواعد المنظمه للتجاره في الدول العربيه مع اليات التجاره الالكترونيه. كذلك تعرض بعض الانشطه التجاريه التقليديه للضرب بسبب تقليص العماله وبالتالي زياده نسبه البطاله. لا شك انه كل ما كانت في تقنيات جديده وفي تكنولوجيا في عمل شيء طبيعي يعني راح يؤثر على حجم وعدد استخدام الموارد البشريه. الخوف من تداعيات سيطره الشركات العالميه على الاسواق العربيه ممكن هي قضيه منافسه، والاجود والافضل هو الذي يبقى. ضعف الثقة والإيمان والتخوف يعني بين كل من البائع والمشتري في الدول العربية من وسائل الدفع الإلكتروني. طبعا هذه القضية يعني أصبحت غير موجودة بشكل كبير يعني وفي طريقها إلى الانتهاء، لأنه التجربة جديدة وهذه التجربة تحتاج إلى وقت. وأنا أتصور يعني خلال 5 سنوات القادمة أنه هذه المشاكل كلها راح تزول. التحديات المعاصرة تواجه التسويق الإلكتروني. تمكن الإنترنت من الانتشار في جميع أنحاء العالم، وبالتالي هذا انعكس على التجارة الإلكترونية وبالتالي خفض التكاليف، وأيضا استطاعت الشركات أن تقدم كميات هائلة من المعلومات للعملاء وأن تصل إليهم بشكل سريع اللي حكينا عنها سابقا اللي هي الإيجابيات. وفي عندنا هناك تغيرات يعني سريعة وفي تحديات، ومن هذه التحديات أمن وخصوصية المعلومات وسرية المعلومات وأمن المعلومات التي تتعلق بالمستهلك، من التحديات التي تعوق وتؤثر على تقبل بعض المستهلكين لفكرة التسويق الإلكتروني. طبعا هذه القضية أصبح الآن يهتم بها بشكل كبير بحيث أنه يكون في هناك رضا وانه عن وسريه المعلومات. التطور التكنولوجي السريع، يتميز هذا العصر بالتطور التكنولوجي السريع وتبني الاساليب التكنولوجيه الحديثه ومنها التسويق الالكتروني، وان الدول الناميه ما زالت في بدايه التعامل، ولكن يعني انا بتكلم عن منطقه الخليج العربي تقفز قفزات سريعه. انخفاض الثقه في وسائل الدفع ممكن هاي يعني مواجهتها والعمل على اقناع المستهلكين انه يمكن تخطي هذه الامر. في عندنا تحديات اللغه ممكن، وطبعا هاي القضيه يعني الان في ترجمات والترجمه المباشره وممكن يعني تغلب على هذه المشكله. ارتفاع تكاليف اقامه مواقع الكترونيه، لا بتصور الان يعني هذه المشكله اصبحت في طريقها الى الحل، واصبح هناك في منافسه بين الشركات التي تتعامل مع النت. وبتصور الان التسويق الالكتروني يعني هو محور عمليه التسويق، لانه قادر على ارضاء العملاء وفهم العملاء واشباع حاجاتهم ورغباتهم.